السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم 56: بكل العالم يستخدمون لحاجاتهم الشخصية، أنا عندي 56 مثلا، مواليد، عمر، قطعة أرض، نخلة، سيارة، أي شيء، إلا بالعراق رقم 56 يعني للنصب والاحتيال. فمثلا يقول لك هذا الرجل 56، اعرف انه جامع كل ادوات النصب والاحتيال. اليوم جايب لكم واحد 56، بس مو واحد عادي، واحد من كبار. تذكرون هذا المعمم اللي يقول هكذا انزلت فحذفوها؟ يعني لا تزعلون مني، يقول لا تزعلون مني، تذكرونه؟ خلينا نسمع من احد العمال اللي الموظفين اللي يشتغل في المستشفى، وشنو قصة المستشفى، وشلون صار 56 نصب واحتيال هذا المعمم القزويني، تذكرونه؟ نعم، هو القزويني. خلينا نسمع من هذا الموظف اللي طلع من هذه المستشفى الخيرية اللي مؤسس هذا القزويني، يشرح لنا شنو هذه المستشفى. الفيديو هذا طويل جدا لأن بشهود وبردود، فأنا جبت لكم هذا الموظف يفضح هذه المستشفى، وجبت لكم الرد مال ابن القزويني، لأن عائلة القزويني كلها مسيطرة على هذه المستشفى اللي جمعوا تبرعاتها من الأغبياء والمتخلفين، أتباع عفير، بعد أتباع عفير، يعني شلون ما يصيروا أغبياء متخلفين. على كل حال، فجبت لكم الرد مال ابنه على هذا الإعلامي اللي طلع هذه الفضيحة، وجبت لكم ناس ايضا تعالجوا بهذه المستشفى يحكوا لكم قصصهم وكم دفعوا، وهل هذا الكلام اللي طلعه هذا الاعلامي كذب ولا صحيح. وباخر المقطع ستجدون كلامي مختصر، لاني انا ناشر اشياء توضح لهؤلاء المتخلفين ان ذولا نصابين ينصبون عليكم ويمصون دمكم ويمصون فلوسكم ويغتصبون اعراضكم باسم الدين. ليش تسمح لهم؟ ليش تصير غبي ومتخلف وتسمي وتسلم رقبتك بإيديهم؟ ليش؟ هذا أنت صار لهم 20 سنة يحكمونك، صار براسك خير، صار بعائلتك خير، صارت عندك مدرسة مثل العالم، مستشفى مثل العالم، أي شيء، عطيني شنو اللي سووا لك؟ يعني صار لك 20 سنة يا عفير ما اكتشفتهم؟ هذا الكلام اللي المفروض أقوله في آخر الفيديو خليته هنا. فخلينا الآن نشغل الفيديو، خلينا نشغل الفيديو ونستمتع أنا وياكم بهذه الفضيحة الكبرى لهذا المعمم الذي يعتبر مرجع ويعتبر إنسان. يعني أنتم شايفينه من يطلع بالقنوات الشيعية التلفزيونية مولانا؟ نعم. خلينا نستمع أنا وياكم لهذا الموظف اللي يفضح القزويني. من داخل العراق وخارج العراق، تبرعات خارج العراق حتى يبني بها مستشفى 90 مليون دولار جتها، من داخل العراق وصلت 60 مليار دينار عراقي. المستشفى تحولت 90 مليون من خارج العراق، مليون دولار، و60 مليار من داخل العراق، يعني ما يقارب قول 50 مليون مع 90، يعني 140 مليون متبرعين لأتباع عفير حتى يبني لهم مستشفى خيري، بعد واثقين به، معمم كبير آية الله عظمى، ويطلع بالتلفزيون ويدردم عليهم ويقولهم صلوا على محمد وآل محمد، واثقون منه؟ يوثقون، اتباع عفير. تفضل. حولت إلى تجارية بحتة. شلون تجارية؟ أتحدى أي فقير أن يدخل المستشفى. انتباه، أوقفوا التبرعات. المؤسسة طبعا صوت عليها مجلس الوزراء وأعفاها من الضرائب، يعني أي شيء يدخل هذه المؤسسة للعراق معفي من الضريبة، يعني براحتهم شي يدخلون خلي يدخلون. السيد قرر يسوي مستشفى، جمع تبرعات من داخل العراق وخارج العراق، تبرعات خارج العراق حتى يبني بها مستشفى 90 مليون دولار جته، من داخل العراق وصلت 60 مليار دينار عراقي. يريد لقاع السيد يبني عليها المستشفى، لأن الفقراء والأيتام محتاجين هذه المستشفى. فمجلس الوزراء اتفقوا إلى السيد، قال له سيد، سيدنا احنا راح نعطيك هذه الارض بسعر رمزي من 2000 الى 5000 دينار، هذه المستشفى ذات نفع عام، حالها حال المستشفيات الحكوميه، تاخذ من الناس اجور رمزيه. قال لهم السيد، انت
كفيلكم العباس ابو فاضل تمام متفقين ذات نفع عام، وهذا نظامنا الداخلي انه هي ذات نفع عام تقدم خدمات مجانيه او شبه مجانيه للناس المحتاجين والفقراء. لا بس سيد توكل طبعا سعر المتر بيش مال الارض من 3 الى 4 مليون، طول السيد من 2000 ل 3000 دينار. بلشت انبنت المستشفى باموال المتبرعين من الداخل والخارج مثل ما ذكرنا 90 مليون دولار خارج داخل 60 مليار دينار. السيد محسن الشرع احد مؤسسي هذه المؤسسه الخيريه واحد المتبرعين لمستشفى الامام الحجه، السيد طلع من المؤسسه، يا سيد ليش طلعت؟ السيد راح يسولف لكم بلاوي. هذه المؤسسه تحولت من نفع عام الى منفعه خاصه، صارت توازي المستشفيات التجاريه، توازي المستشفيات الاهليه، وهي من اموال المتبرعين ومن اموال الفقراء والايتام. سيدنا الله يساعدك. حبيبي الله يحفظك ويعزك. سيدنا الكلام اللي حكيته صحيح؟ 100% صحيح. ايش بيها المستشفى يا ستار؟ المستشفى تحولت الى تجاريه بحته. شلون؟ تجاريه، اتحدى اي فقير ان يدخل المستشفى. اي فقير؟ اسعار الخدمات الطبيه خياليه. شلون؟ يعني ابسط شيء مفراس الصدر او السي تي تشيست احنا نسميه، سي تي تشيست بالمستشفى الحكومي 50 او 40 الف دينار. تمام. وياخذون من المريض 115 الف دينار. يجوز ببركه سيد. لا مولاي حبيبي، هو اجور الطبيب واضحه، اجور الطبيب 25% من اجور الخدمه، 25% خلي ياخذ 30 الف والباقي ربح للمستشفى. بس الحكومي 50 الف. الحكومي 50 خلي يصير 60. خلي يصير 55. ليش يصير 60؟ خلوه 50 حاله اذا مو اقل. بس قد يكون صيانه وخدمات غير مبنيه باموال المتبرعين سيد. بحته اموال المتبرعين من الداخل والخارج حقيقه. تمام. وانا احد المتبرعين واقاربي احد المتبرعين. العمليات. العمليات حدث ولا احرج حقيقه. زين. العمليات تتراوح من 850 الف دينار الى 14 مليون دينار حقيقه. يعني الفقير يطير 14؟ اتحدى اي فقير ان يدخل. شاملوا ذول الجيسون في سوري الحال والمجبرين، مجبرين في زمن كورونا اجبر الناس على الدخول للمستشفى. الدوله متفقت وياهم، مجلس الوزراء اتفق وياهم على انه ذات نفع عام. مجلس الوزراء في عام 2013 حقيقه اتفق معهم ان تكون الاسعار رمزيه، ومنحهم الارض بسعر رمزي هو 2000 الى 3000 دينار مثل ما ذكرت، وسند الارض موجود. زين، شنو اللي صار؟ اللي صار تحولت المستشفى، استحوذ عليها ابناء رئيس المؤسسه. زين، هي منو مجلس الاداره مالتها؟ مجلس الاداره رئيس المؤسسة هو مرتضى محمد صادق، ومجلس الإدارة علي مرتضى محمد صادق. مجلس الإدارة مرتضى محمد صادق القزويني على مرتضى محمد صادق، مصطفى الصادق، محمد الصادق القزويني، حسين الصادق القزويني، جعفر الصادق. أوكي، كل يعني حسن. حسن يعني أسرة. نعم أسرة، ثلاثة منهم يجمعون التبرعات في أمريكا ويرسلونها للعراق، وثلاثة منهم يديرون المؤسسة في كربلاء. من ضمنهم جعفر المشرف العام على المستشفى، اختلفت معه على أسعار الخدمات وتركت العمل نهائيا لأني لم أجد حقيقة آذان صاغية. الفقراء ممكن يدخلون مجانا؟ أتحدى أي فقير أن يدخل المستشفى مجانا، أتحدى أي خدمة تقدم مجانا طبعاً. وأنا ما عدا بعض الخدمات التي يقدمها الأطباء في ساعات معينة على حسابهم الخاص. طبعاً أنا أيضاً اتصلت بأحد الفقراء اللي مسجل بأحد المؤسسات الخيرية في كربلاء، وراح أسأله سوى عملية البنت أشوفه ماخذين من عنده فلوس لو مسوي لها مجاناً. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي؟ الله يسلمك. السؤال وباختصار الله يحفظك إن شاء الله. الله أنت من العوائل المتعففة ومسجل بأحد المؤسسات الخيرية، أعطوني رقمك، قالوا بنتك مسوية عملية والمؤسسة زودتك بكتاب إلى مستشفى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ويحفظ لنا السيد مرتضى القزويني الله يحفظه، قالوا أنه أنت منطينك كتاب ورايح لهذه المستشفى صح؟ نعم صحيح. سووا لك إياها ببلاش لو أخذوا منك فلوس؟ لا والله أستاذ أخذوا من عندك فلوس. إيش قد أخذوا منك؟ أخذوا تقريبا 1,025,000. شاء أنت مو فقير؟ أستاذ هي هاي بعد وحاشيتهم والله أستاذ، وقلت لهم أني هاي الكتاب مالتي وأكو واحد هم أعطوني رقمهم خابرته ما حد يتجاوب. زين شنو العملية اللي مسويها؟ فتح قلب؟ لا أستاذ ولادة مال بنت. ولادة 1,025,000؟ إي والله أستاذ هي والعلاج مالت. تمام أنا ممنون منك، شكرا جزيلا لك، شكرا شكرا. حياك الله. نعم كما ذكرت عملية القيصرية يتراوح سعرها من 850 إلى مليون أو قد تصل إلى 1,200,000 دينار عراقي. وأجور الطبيبة من هذه العملية فقط 300,000 دينار. تعرفون أنه هذه المستشفى
اللي بنت بأموال الفقراء الناس الخيرة، تعرفون إنه لغاية الآن لا زالت حتى الآن تجمع تبرعات، تجمع تبرعات للمستشفى وتجمع تبرعات لهذه المؤسسة. وآخر مبلغ وصل لهذه المستشفى قبل أسبوع إلى 10 أيام، إيش قد المبلغ؟ حاليا في المصرف 365,000 دولار. مين هذا؟ من تبرعات المواطنين الشيعة في أمريكا وكندا وبريطانيا حقيقة. لهذه المستشفى. لهذه المستشفى. اللي جاءت تأخذ. والتبرعات الداخلية مستمرة لحد الآن. لهذه المستشفى. المستشفى. اللي أسعارها. اللي أسعارها تجارية حقيقة. كم شهريا يربحون؟ شهريا فقط قسم الأشعة يربح 200 مليون دينار عراقي، والمستشفى يربح مليار دينار عراقي. مليار دينار. وهذه أسعار. وهذه أسعارهم وهذه خدماتهم. حقيقة أني بعد ما عجزت وتكلمت وتكلمت كثيرا ما كفايدة، فأني قدمت استقالتي حقيقة وطلعت وقدمت براءة ذمة وطلعت خالي والحمد لله. سمعكم الرد مال ابن النصاب 56 القزويني. تصوروا معاي المستشفى يربح مليون دولار بالشهر، هذه غير المساعدات اللي قاعد تجي. يقول بس هذا الأسبوع وصلتنا 360,000 دولار مساعدات، إضافة إلى اللي ما محسوبة، المساعدات اللي ما محسوبة، مساعدات الدولة وغيرها ودعم منا ومنا. يعني طلعوا لهم الجماعة 2 مليون دولار شهريا، جماعة 56. وهذا المستشفى مثل ما راح تسمعون الآن من هذا التقرير الثاني صارت عائلية، يعني باعوا له المتر بتقريبا بدولارين، المتر الواحد بدولارين، يعني كله ما دفع 1,000 دولار بالمستشفى، كله ما دفع 1,000 دولار، لأن مستشفى خيري ومن أموال الناس ومبنت. وشفت أنتم الغزويني لما دخل المستشفى وافتتحها وبعدين سلمها الأولاد القصابين، وراح تسمعون الآن شهادات الناس اللي قصبوهم في هذا المستشفى. وأنا عندي فيديو في قناتي الأولى ناشرة عن مستشفى الخميني، وإن شاء الله أحاول قدر الإمكان أني أجيب لكم الرابط وأحطها لكم بالبايو أو بالوصف، وخليكم تمتعون نظركم بإمبراطورية العتبات المدنسة من نهب الأموال، سرقة الأموال. ما في شيء ما دخلوا أرواحهم بالمعممين، وخاصة جماعة العتبات المقدسة أو اللا مقدسة. وإنتم انتظروا هذه العتبات، انتظروا لها إن شاء الله قريبا فضيحة مثل هذه الفضيحة تكشف جميع ملفات الفساد. وين تذهب هذه المليارات يا رجل؟ أنا قاعد أتكلم عن مليارات الدولارات، أنا ما قاعد أتكلم عن 1,000, 2,000, 10,000 دولار، 100,000 دولار، مليون دولار. أتكلم عن مليارات، وأنا قد هذا الكلام. العتبات المدنسة عندها شركات في كل مكان، في كل مكان بالعالم، بكل مشاريع العالم تدخلت. من اللي مسؤول عنها؟ وين هذه الأموال قاعد تروح؟ لا أحد يدري، لأن الحاكم الجعفري والمرجع أخرس السكستاني وشلت عصابة من زبانية المعممين وأتباع بهايم متخلفين. إذا حكيت لك اسكت، أنت تكره أهل البيت وتكره معرفة، طبك مرض، أنتم شنو سويتوا من جريمة؟ والله سلط عليكم كل هاي المجرمين، أنتم رجعوا لنفسكم، شنو سويتوا من جريمة؟ والله سلط عليكم مرجع ابن 60 طيط، وسلط عليكم سياسيين ما عندهم لا ذمة ولا رحمة ولا ضمير، وسلط عليكم معممين ينهشون بلحمكم وبصحتكم وبأموالكم، ويستغلون حتى حالات الموت اللي عندكم، مثل ما تشوفوا هاي المستشفى اللي انتم تبرعتوا على اساسه وأمنتوا هذا القزوين اللي كان يطلع يخطب لكم 2-3 ساعات والقنوات التلفزيونية تبثله والصف، وقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، وأقلكم تستاهلون. إن شاء الله نكمل الآن الفيديو ونستمع الابنة اللي رد على هذا الصحفي الحمداني واتهم اتهامات باطلة، وكما يقول أن التسجيل 18 دقيقة ما رد على هذه الاتهامات، فقط رد تسقيط وأنتم ومأجورين هذه دائما ديدا الحرامية بالعالم. من تقول له أنت كذا كذا يقول لك أنت مأجور مدفوع لك أنت مدعوم، هذا ديدنهم بالعالم كله. خلينا نستمع الابن الآن ونكمل بعدين وراكم الشهود. قلت لكم أنا الفيديو هذا راح يطول شوية، بس صبركم علي
وتمتعوا بهذه الفضيحة الكبرى لهذا المعمم اللي يعتبر مرجع كاشف غطاء وجدر القزويني في كربلاء. ابن مرتضى القزويني ظهر بمقطع فيديو طوله 18 دقيقة، والله العظيم لو ساكت أحسن لك، أراد يكحلها عماها 18 دقيقة يسولف، ما خلى حديث، ما خلى آية قرآنية ما ذكرها، وما تطرق لسب الموضوع. كلفة العملية عندكم شقد؟ أنتم خيرية لو استثمارية، سعر المفراس شقد؟ دنيا ما تحدثت فيه، بس مجرد قضيت الإعلام الساقط، الإعلام المنحط، الإعلام المزيف. حق عذرك، لكن السيد يتحدث بموضوعين خطيرين، واحد من عندهن كذب، واحد من عندهن على الأمن الوطني أن يتدخل بهذا الموضوع. شنو هذا الموضوع إخواني؟ يقول الشخص اللي ظهر وياي اللي هو السيد محسن الشرع، يقول هذا كان مطلوب للقضاء وإحنا آويناه وإحنا حافظنا عليه وشغلناه وطيناه وظيفة. اسمعوا هذا، هذا الإنسان لجأ إلينا حافيا، أقولها بكل جرأة وبصراحة، لجأ إلينا حافيا وهاربا من وجه العدالة، كان ملاحق قضائيا. حلو، إلى قصة أنا ننشرها إن شاء الله في مقاطع أخرى. نحن آويناه، وفرنا له ولعائلته وللعديد من أفراد أسرته وظائف متعددة. هذا الشخص انقلب في النهاية على أولياء نعمته، وصار يطعن في أمانتهم ونزاهتهم. عليك نور. يعني سيد، أنتم كل واحد مطلوب للقضاء وعليه جناية، استغلونا وجيبونك عينونا يمكم؟ مو المفروض تروحون تسلمونا للجهات القضائية؟ سيد، أنتم مؤسسة خيرية دينية، يعني على الأساس هذا يجوز مدقينا بعد اثنين ثلاثة يمكم بالمستشفى، يجوز طبيب مختبري أي إن كان، يجوز هم مطلوب للقضاء، يجوز هم عليه أربع أرهاب، عليه دقة عشائرية، يجوز أقل تكلفة يجي. يا الأخوان، المطلوب أربع أرهاب، اللي عنده مشكلة جنائية طلابة عشائرية قتل، يقدر يروح لمستشفى الحبية الخيري، راح يلقي له وظيفة وراتب مسنع، والسادة ما يقصرون وياك. هذا إدانة إلك، إدانة إلك إنه أنت تحتضن المطلوبين للقضاء، وهاي كارثة حقيقة بحق مؤسسة خيرية. مو قلت لك لو ساكت أحسن لك؟ الطامة الكبرى أخوان شنو؟ السيد يقول آوينا وعالجنا بنات السيد محسن الشرع اللي طلع وياه بمقطع الفيديو، يقول احنا عالجناها لمدة سنة، واحدة من بناتها بها مرض خبيث، عافانا الله وإياكم من هذا المرض وشافى هذه البنية، يقول بها مرض خبيث، ساعدناها لمدة سنة كاملة. شوفوا اخوان هذا المقطع الفيديوي، راح اسولف لكم الكارثة وراء هذا الفيديو. وفرنا له فرصة عمل كريمة، آويناه هو وعائلته، وساندناه وساعدنا ابنته عندما أصيبت بالسرطان، ونحن من تحمل جميع نفقات علاجها في لبنان لمدة سنة كاملة. وإليكم المقطع الآن يظهر. ما أظهر المقطع أنا، لأن خطيها لبنان شنو ذنبها واحد يشهر بها على مواقع التواصل الاجتماعي. بس سيد أحب أقول لك أنه أنت كذاب، أنتم صح عالجتوها وطيتوها فلوس، بس رجعتوا طالبتوا بهذه الفلوس وقمتوا دعوة بمحكمة تحقيق كربلاء، والمحكمة ردتكم، قالت لكم أنتم مؤسسة خيرية، شنو تطلون فلوس وبعدين ترجعون تقيمون دعاوى وطالبون بالفلوس؟ وهذا قرار المحكمة. زين شلون ساعدتها؟ شلون عالجتها؟ وبعد فترة نسيت السيد مرتضى القزويني يروح يقيم دعوة باسمه، يريد الفلوس اللي ينطاها لهذه البنية حتى تعالج من مرضها الخبيث. زين سيدنا مرتضى رسول الله، ما استحيت شرعا قانونا؟ شلون تظهر هيك بنية بمقطع فيديو لك وتعرض بنات الثانيات اللي تقول ساعدناهم بقروض مالية وأيضا كذب، واشتكيتوا بالمحكمة وردت الدعوة عليكم المحكمة، وهذا قرار المحكمة، يقولون طيناها قروض وما قروض، طبعا كذب، طيتوا ساعدتوا ورجعتوا تردون تاخذون الفلوس. سيدنا شلون تقبلها على نفسك تعرض بنات بعمر الشباب بعدهن، تعرضهن على مواقع التواصل الاجتماعي بدون موافقة ذويهن وبدون موافقتهن؟ شلون؟ وهذا شرفنا، هذا عرضنا، هذا شرفك عرضك، تقبل واحد ياخذ صورة لأهلك أو لبنتك أو مقطع فيديو ينزلها ويشهر بها؟ لهذا أنا أدعو السيد محسن الشرع يقيم دعوة عليك، لأن شهر ببنات ما لهن علاقة بالموضوع. السيد طلع بوثائق
وانت طلعت بمقطع فيديو طوله 18 دقيقة والله العظيم كل شيء ما فهمت منه، بس ساقطين وتافين ومنح. طيب يا اخوان هذا المقطع الثاني شنو استفدنا منه؟ استفدنا منه الى اي درجة ممكن تقيس السقوط الاخلاقي عند هؤلاء المراجع والسادة الكبار كبار القوم. تصور معي السقوط الاخلاقي ما موجود عند اسفل الناس، يعني بنت صغيرة عمرها 15 سنة مريضة بغض النظر عن ابوها، عندك مشكلة معها، عندك تقوم مريضة ومريضة بالسرطان تقوم تعرض الفيديو مالها على الناس، احنا عالجنا هاي بنته وشوفوها وما اعرف ايش. شنو هالسقوط الاخلاقي اللي عندك؟ عارف تصوروا معاي هذا الفعل مع وحدة بنت سيد وشيعية، فما بالك في بنات نساء المسلمين شو يشوهون عليهم سمعتهم، شو يطعنون بيهن. تصوروا معاي انت هذا يطعن الطفلة عمرها 15 سنة ومريضة بالسرطان، واجت المؤسسة خيرية على اساس تعالجها ويقوم يشهر بيها وينشر الفيديو. وطبعا هو الصحفي حيدر الحمداني هو كشيعي يعني الرجل، بس عنده اخلاق ما نشر الفيديو. هذا شنو نستفاد منه يا شيعة؟ شنو نستفاد منه؟ نستفاد منه حديثي الأول اللي حكيته لكم وبالفيديوهات السابقة، بس أنت بهيمة ما راضي تفهم. أقول لك أقسم لك بالله كلهم نصابين، سستاني وخوئي، أنت ابن الخوئي ابن روح سمعة يا أخي، اكتب باليوتيوب فضايح الخوئي وابنه عباس الخوي واسمع أمه يقول خالتي تشتغل مدري وين وخالتي عمتي تشتغل مدري وين ونسيبي ذاك مدري شيش سوي، وفضيحة فضيحة ما يلبس عليها ثوب، ولكم ولكم كلهم نصابين ودجالين، ولكم كافي ضياع 20 سنة ضيعوكم ونهبوا بلدكم وثرواتكم، وهذا واحد هم بس يتمكن يلهبكم وياكلكم ويقطعكم، وصل مثل ما هذا القزويني يقطعهم. طيب ردا على كلام المعمم هذا ابن القزويني اللي طالع ينفي هذا الكلام ويبرر ويقول هذا الكلام كذب وما له أساس من الصحة، أنا جبت أشخاص تعالجوا بهاي المستشفى ونشوف هل هذا الكلام ما له صحة كما يقولون وكذب وافتراء. خلينا نسمع من لسانهم شنو رأيكم. تفضل. سلام عليكم، رب يحفظكم ان شاء الله. على ايام التواصل الاجتماعي هذا بمستشفى الحجة اللي على اساس مستشفى الفقراء اللي انجمعت امواله من عندي ومن الاخ من الفقراء، انجمعت من خارج العراق 90 مليون دولار ومن داخل العراق من الفقرة من المساكين 60 مليار عراقي، يعني من عندنا احنا انجمعنا على اساس مستشفى للفقراء والعوائل المتعففة. باوعي هاي العائلة بالناصرية بقضاء النصر أجرت عملية بمستشفى الحجة. باوعي شوف الكارثة اللي البارحة يقول ابن السيد الغزويني احنا ما ناخذ فلوس واحنا للفقراء. شوف المصيبة، تعال حتى المستشفيات الأهلية الباقية هم أرخص من عندهم، وهذا رجل فقير مسكين راتبه 400 ألف وكل الفلوس المطلع لهم مسلمها قرضة. شكد وين الوصل مال العملية؟ مال العملية هذا الوصل. شنو عمليتكم؟ والدتي طبعا هذا ابن الحجية عملية فقرات، 6 فقرات سوالها، 6 فقرات هذا وصل العملية 10,973,000 بس العملية 10,973,000 هذا مال الفقراء، ب10 ملايين ياخذ من الفقير، ما نحكي ولا نشهر ولا نسقط بالدليل وبكتب وبالوصولات مالتكم هاي. بعد شنو هاي الوصولات؟ هاي الباقيات. هذا شنو مالك؟ هذا هو الحساب مال ذاكي، هو جامعهم جامع اليسار، هم هذا هو الاخير الوصل مال 10 ملايين. هذا 10 لا اعطيني الاشعه بيش السونار بيش؟ هذا العلاج، هذا العلاج 271,000 هذا العلاج 271,000 مستشفى الحجه مستشفى الفقراء. هذا
هذا الإشعة 75,000 70 أجور العرب. هاي الإشعة أشعة ب 75,000 واللي هي موجودة ب 10,000. ها هسه وحدة وحدة. هاي التحاليل 58,000. التحاليل 58,000. هاي الإشعة مال الركبة 20,000. أشعة مال ركبة مال هاي الركبة ب 20,000. طيب أنا ما أريد أطول عليكم لأن الشهود كثير والبلوى كبيرة جدا، خلينا نروح إلى شاهد آخر أيضا جزرو، هذه المستشفى مالت الإمام الحجة الغائب عجل الله فرجه مولانا ومالت المرجع الكبير كاشف الغطاء والجدر القزويني، وبعدين نعقب. خلينا نسمع هذا الثاني. يقولون صار هجمات على مستشفى الحجة والدعاءات كاذبة وما لها أي صلة وأي مصداقية. طبعا الإعلامي حيدر الحمداني أنا هذا الشخص حيل أحترمه وإنسان نزيه وجريء بشكل. بالنسبة لمستشفى الحجة ندري إحنا هالكربلاء بأن مستشفى الحجة نشأت بالتبرعات، حتى الفقير هم ساهم بيها وصارت تبرعات من كل أنحاء العالم، ها ولحد الآن تبرعات إلى بين شنو هاي المستشفى داعمة للفقير. أنا صارت عندي حالة، عندي والدي على ساعة فجأة فقد الوعي فأخذت المستشفى الحجة. طبعا مستشفى الحج ما خلوا تحليل بمستشفى الحج ما جربوه بالحجي، وكل تحليل 32 42 من غير الرنين والايكو، الايكو خب عدولي 10 مرات. ها المهم صحة الحجي اخذته للبيت، من اخذته رجعت الحالة مرة ثانية، فرحت يعني حافي اخذته قبل شو اسمه شلته اخذته بالسيارة وديته رجعته للمستشفى. طبعا هاي الحجي ثاني يوم وقع وديته للمستشفى. طبعا بالمستشفى قالوا نعيد له التحاليل كلها. طبعا هاي التحاليل من اقول لك يعني تصعد فوق المليون، ها تحاليل عامه يسوون كل تحليل وحده مو تحليل عامي، وهاي هيك هاي شيء قبل 3 سنوات تقريبا. قالوا نعيد التحاليل. قلت ما شنو تردون سووا، بس اريد ترجعوا لي الحجي ترجعوا لي الوالد. اي قلت لهم اي شيء بمصلحه الوالد سووا لي اياه، بس رجعوا لي اياه مره ثانيه تدري من هارين وهاي. فالمهم هم تحاليل عادوها حتى احسب يعني هو فاقد الوعي، تجي حالات يفقد الوعي، البنكرياس شعليها، المفاصل شعليها، ها اكو امور بالجسم اسان ما اعرف بالطب بس ادري هاي ما لها علاقه بفقدان الوعي، هم كلها سووها وعادوها وش اسمه. المهم اخر شيء صح شويه بالمغذيات وبالهاي، فقلت لهم قررت اخليه بالمستشفى على مود هم بمراقبه الدكاتره والهاي، لان قلت اخاف ترجع للحاله. فرحت دا احجز له سويت بالمستشفى. طبعا 85,000 ايجار الغرفه بالمستشفى الكفيل 85,000. طيت ال 85، قال اريد 350 المحاسب 350 تامينات. هاي التامينات اذا الدكتور قال لك سلام عليكم 20,000 دينار، خلوا لك كانونه كذا مبلغ، كل حسابات يعني دق بابك انت تتورط يعني. المهم قلت له بس انا ما عندي 350، نا اخذ الحجي خليه يرتاح، هاي انا اروح للبيت اجيب لكم الحساب. قال لا ممنوع تعليمات، هاي يا باي سويت السياره خليت امانه يمكم اروح اجيب لكم فلوس واجي. قالوا لا، وما دخله وما دخله الى ان رجعته جبت فلوس وهاي ورجعت للمستشفى اعطيت 350 يا الله استقبله. اخر شيء يقولون يا بالتحاليل هاي يقولون يا با هذا بيه حاله نفسيه، يعني حتى تشخيص للحاله ما شخصوا ما عرفوا شلون يشخصون. ها كل هاي الأدلة والوثائق والبراهين هم كذاب يا رجل، قاعد يعني من سفالتهم ودناءتهم قاعد يتاجرون بمصيبة الرجل. يقول لك في تحاليل ما لها دخل، يعني المفاصل شو دخلها بالإغماء حقيقة، يعني المفاصل شو دخلها بالإغماء، عارف مسوي له 60,000 تحليل وكل هذا البرنامج يكلفه 10,000 دولار تقريبا على شيء بسيط. والكارثة انه بالاخير ما حلوا المشكلة مالته وما لقوا السبب والعلة مالته، يعني يا ريت لاقينا. هذا اضف الى مستشفى الخميني، مستشفى العتبات المدنسة، مستشفى آية الله العظمى كاشف الغطاء والجدر، مستشفى الحسين باسم الدين باقونا الحرامية. خلينا الان اخليكم مع شاهد اخر يحكي لكم تفاصيل مضحكة ومبكية في نفس الوقت عن هذا المستشفى الإجرامي التابع لكاشف الغطاء والجدر النصاب 56 القزويني.
حياكم الله، مثل ما وعدناكم مستمرين بسلسلتنا من الأجزاء الخاصة بمستشفى الحجة الخيري بكربلاء المقدسة. اليوم قصتنا مع كرار نعمة من أهالي كربلاء. كرار أخوه توفى داخل مستشفى الحجة الخيري. قصة كرار عجيبة غريبة، ساويها للرأي العام وهو من يتحمل مسؤوليتها، وحق الرد مكفول لإدارة مستشفى الحجة الخيري. كرار شونك؟ الله يسلمك. شو أخبارك أخوي؟ شونك حبيبي؟ شنو صار ياكم مستشفى الحجة؟ بعد حيدر احنا انتم نشرتوا وطلع السيد يحكي على مستشفى الحجة، احنا هالكربلة زي. انا بالنسبة لي من كربلة، يعني اروي لك قصتنا من يجوز مئات القصص اللي صايرة ويا الناس، بس الناس ما عندها تواصل وما عندها يعني صح. اتصال بيكم انتم كاعلاميين اللي سولف لكم القصص اللي يصير وياها. انا اروي لك قصتي والله شاهد على كل حكاياتي، ويجوز اغلب الناس اللي راح تشوفني تعرفني تمام. زين، لان انا من هالكربلة وهواي يشوفونك انت ويتابعونك من كربلاء. استاذ حيدر، انا عندي اخوي قبل سنه زين. اخوي مسوي قصمع دو مريض تخربط عندنا، صار عنده ضمور بالاعصاب. على العموم اخذنا المستشفى الحجه العصر زين، شكله ولا مغذي ما اعرف شنو، ساءت حالته كلش، قالوا لازم ندخله للعنايه المركزه زين. يا بندخله اتفقتوا على السعر؟ احنا خابرنا على مستشفى الحسيني ما حصلنا مكان، بعد اضطرنا للامر زين. لازم ندخله لان اخونا وبين ايدينا شغلته تعبت، يا بروح اعطوا تامينات وحاسبوا على المود ندخله، من دخله لا ما تحاسبون بالحسابات. رحنا قالوا احنا دخول الرقود 500,000 الليله بالعنايه المركزه ماشي. العنايه المركزه زين. بالغرفه 500,000 كلها يعني اليوم الواحد 500,000 اليوم الواحد 500,000 الليله تمام. يا با احنا قابلين ما يخالف، بعد احنا مضطرين لهذا الامر. اعطوا 1.5 مليون، اعطينا 1.5 مليون دخلنا. صار الليل قالوا ما حد يبقى يمه لان عناير، طبيت له انا نفسيتي بشخصه طبيت له، لقينا ملزقين عيونه وحاطين له، فهو يعني يقول مات سريريا على الجهاز. بلغونا راح ننزل له صونده لان شغلته تعبت ومات سريريا، لازم قلنا لهم يا بنزلوا له صونده، هذا بعد امر الله يصير علينا زي. فعلى العموم استاذ حيدر بقيت وياه بس انا، يعني بايت برا المستشفى ما يخلون واحد، لان تعرف العنايه المركزه تمام. وبداخل المستشفى ماكو مكان. فالصبح طلع عنا الدكتور واحد من عندهم الاشخاص، قال يا با راح رحمه الله زين، امنا بقضاء الله وقدره. يا با خابرت اخوتي جو اريد ناخذ الجنازه زين. يا با طنها قالوا لا ما نعطيكم اياها، لازم تروحون تحاسبون بالحسابات ونسوي لكم شهاده وفاه ونعطيكم. زين انتم مطين 1.5 مليون وهي الليله ب 500، وين المشكله؟ حاكيت مع الاستاذ حيدر قلت له يا با انا هسه بعد احنا هذا قضاء وقدر وامر الله صار علينا وراح الرحمه زين. الله مو مال حساب، هسه احنا مطين 1.5 مليون هو بس واد اللي البات والصبح راح الرحمه الله. قالوا لا ما يصير، لازم تحاسب وتجيب ورقه من الحسابات على المود يعطونك شهاده وفاه ويسلمونك تمام. رحنا نحاسب، انا مامن مط 1.5 مليون وهو لا ياكل ولا يشرب بعد ميت سريريا. اجيت حاسبت قالوا يابا بعد عليك 850 غير 1.5 مليون غير 1.5 مليون يابا يا لاجين خير، انا مطي 1.5 مليون هسه مو وقت حساب، انا مطيكم 1.5 مليون انا اللي بعد يمكم. قالوا لا احنا نريد من عندك بعد. قلت لهم انا من فور اللي بقلبه هي مو شغله حساب، بس انا اريد اعرف شنو ال1.5 مليون اللي طيتن وين راحن، وذن ال 850 شنو ايه. قالوا يابا هاي مال اكل وشرب وعلاجات. دقيقه كرار، دقيقه مال اكل اكل غير من سريرين، شو ياكل هو؟ قلت لهم انا طبيت عليه الساعه ب 12 بالليل، انتم خالين دهن بعيونه وملزقين عيونه ونزلتوا له صونده داخل بطنه. زين زين 850,000 هاي بس اكل؟ زين العشيره مدخله وشوفوا في مفتوح، شنو هاي؟ شنو من اكل هذا؟ انا اريد اعرف، انا اكلت عندكم شربت عندكم، هو وكلتوه اذا وكلتوه وياكل شلون مات؟ الصبح استلمناه مريض راح رحمه الله. قالوا هاي حسابات، وبقتها كانت قبل سنه احكي لك هذا الحكي، صادفت كورونا قالوا هاي مال جفوف وذني بالرجلين يلبسوهن واللي الصدريه، قلنا لهم يابا احنا طبينا مره واحده، طلع هو ولبسته يا ذني حتى هو ميت سريريا ذهب ذني كرار. والله استاذ حيدر احنا هذا انا من احكي لك وطيتوا الفلوس، وطيتوا الفلوس واخذتوا الجثه يلا طيت ال 850 يلا سلموني فوق 1.5 مليون.
سمعت بأذانكم وشفت بعينكم النصب والاحتيال والجزر على أتباعهم، أتباع دينهم، بلا رحمة بلا رأفة، نصب واحتيال عيني عينك. القائمين على المستشفى كلهم معممين وسادة وكبار وكاشفين غطاء وجدر، وهذا الإجرام يطلع منهم. ها صور معاي، تتذكر السيامي اللي يقولوا لهم ذول التوأم الملصوقين اللي يروحون للسعودية على حساب الوهابية طيران، وفنادق الأهلهم على حساب الوهابية، ويسووا لهم عمليات على حساب الوهابية، وسيارة تجيب أهلهم من الفندق للمستشفى على حساب الوهابية، ويقسمونهم وجميع العمليات والأطباء والأدوية على حساب الوهابية، ويرجعون البلدهم بطيارة على حساب الوهابية، ويعطونهم كرامية مبلغ من المال هدية إضافة إلى الهدايا الأخرى على حساب الوهابية، وما يأخذون منهم درهم. هذولا من الوهابية. قطر، قطر تعالج المواطن القطري ب5 ملايين دولار بالخارج، 5 ملايين دولار على حسابها، ما يدفع ولا درهم هو ومرافقينه وفنادقه وأكله وشربه. السعودية ترسل طائرة إنقاذ طبي إلى الأردن لأن امرأة حامل سعودية بالمستشفى معسرة، وأرسلت لها طائرة إنقاذ طبي تشيلها وتجيبها المستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتسوي لها إجراء عملية مجانية على حساب الدولة، والطائرة على حساب الدولة، وكل شيء على حساب الدولة. بس عندي لكم سؤال أخير، شنو الجريمة اللي أنتم سويتوها والله سلط عليكم كل هذه المجرمين؟ راجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم. إذا كان كبار القوم اللي علمونكم الدين المفروض يوجهونكم سفلة ومنحطين وبلا خلق وبلا دين ونصابين وحرامية وأولاد 60 عفير، فما بالك بالعاديين، الناس العاديين والبسطاء. تحياتي لكم، أتمنى هذا الفيديو شغل مخك شوية وخلاك تعرف أن دينك باطل ومعممينك باطل وكل شيء عندك فيه باطل، وكفاك 20 سنة. ب20 سنة ما تعلمت درس إن هذول دمروا بلدك ووطنك، دمروا صحتك وعافيتك وتعليمك، وخلوك عبد هم وميليشياتك يسرقون البنك المركزي وودون فلوس الإيران، ومخلينك أنت مفلس فوق حلقك تدور على شغل أو تدور على بيت ما عندك. إلى اللقاء في الفيديو القادم، وهو فيديو فضيحة مطار النجف الكبرى. حط لايك يا عدو سفينتي لهذا الفيديو، وانشر بين أصحابك حتى أستمر، وجزاكم الله ألف خير، وانتظروا الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.